أبرز الأخبار من اليوم السابع مباشر، مرحبا بكم. غزة تحول 2 مليون دولار لهيئة البترول لتوفير وقود تشغيل الكهرباء. حلواني يسحب أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة في اليوم الخامس. خالد أبو بكر يصرح العفو عن رموز النظام السابق يحتاج لتشريع جديد. البورصة تبدأ تعاملاتها الصباحية بتراجع جماعي. سميرة إبراهيم للجارديان تقول مستقبل نساء مصر بخطر في ظل تهديدات الجيش. عمال الترسانة البحرية يواصلون اعتصامهم لليوم الثاني أمام الميناء. السيطرة على حريق هائل بأكشاك شرق سكك حديد شبرا الخيمة. صحيفة إماراتية تؤكد دور مصر الأساسي في دعم القضية الفلسطينية. سفارتنا في الأردن تعيد 14 مصريا حاولوا التسلل إلى سوريا. إضراب لموظفي الجمارك في الكويت ووزير النفط ينفي تأثر صادرات النفط. لليوم الثالث عشر استمرار إضراب عمال التلوث البيئي بالبحر الأحمر. واستقالة 3 أعضاء من المجلس الوطني السوري المعارض. إلى هنا مشاهدينا ينتهي موجز الأخبار من اليوم السابع مباشر. شكرا للمتابعة وإلى لقاء متجدد.